بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. في هذه الآيات يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لأصحاب الأموال ألا يدفعوها إلى السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من خف عقله ولم يحسن التصرف في المال، عكس الرشيد. وقوله أموالكم، قيل المراد أموال المخاطبين، أي لا تسلطوا عليها السفهاء من الصغار والنساء والمجانين والذين لم يحصل منهم الرشد في التصرف. وقيل المراد بالأموال أموال اليتامى، فنهى الله جل وعلا أولياءهم أن يمكنوهم من التصرف في أموالهم وهم صغار، وكذلك من في حكم الصغار ممن لا يحسن التصرف في المال، فيكون معنى ذلك الحجر عليهم، ويكون الخطاب للأولياء الذين يتولون أموال اليتامى. وأضافها إلى المخاطبين فقال أموالكم لأمرين: الأمر الأول حثهم على حفظها كما يحفظون أموالهم، والأمر الثاني أن المال نفعه للجميع، وإن كان مالكه مختصا إلا أن نفعه لجميع الناس، لأن الله جعل الأموال قياما لمصالح العباد كما يأتي: أموالكم التي جعل الله لكم، أي صيرها الله جل وعلا لكم قياما، أي قياما لمصالحكم. وقرئ قيما أي قيما للأشياء، فالله جل وعلا جعل الأموال لمصالح العباد، كما يقال: المال عصب الحياة. ثم قال جل وعلا: وارزقوهم فيها. إذا كان المراد أموال المخاطبين، فمعنى قوله
ارزقوهم فيها، أي أنفقوا على من تجب نفقته عليكم من الزوجات والأولاد الصغار. ومعنى قوله ارزقوهم فيها واكسوهم، إن كان الخطاب للأولياء فمعناه أن أصحاب هذه الأموال ينفقون على من تجب نفقته عليهم من أولادهم وزوجاتهم وأقاربهم، وإن كان المراد أموال اليتامى فمعناه أن ولي اليتيم ينفق عليه من ماله، أي من مال اليتيم، ويكسوه منها من غير إسراف ولا تبذير. وقولوا لهم قولا معروفا، أي طيبوا خواطرهم بالكلام الطيب، بأن تقول لليتيم أنا سأدفع إليك مالك إن شاء الله إذا بلغت رشيدا وأمكنك من التصرف فيه حتى يطمئن وحتى يزول ما في نفسه من الشكوك. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، هذا خطاب للأولياء، ومعنى ابتلوا أي اختبروا، وذلك بأن يدفع لليتيم قبل بلوغه، إذا قارب البلوغ يدفع إليه شيء من المال ويراقب تصرفه فيه، فإن كان تصرفه جيدا فإنه يمكن من ماله بعد بلوغه رشيدا، وإن كان تصرفه غير جيد فإنه يستمر الحجر عليه إلى أن يزول سفهه، ولأنه لا يعرف رشده إلا بالاختبار. وآتوا اليتامى أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيكون هذا مبينا لقوله تعالى في الآية السابقة وآتوا اليتامى أموالهم، وأنهم لا يدفع إليهم مالهم إلا بهذين الشرطين، الأول البلوغ والثاني الرشد، لأن الله رتب الدفع إليهم على شرطين. هذا، ونرجئ بقية الكلام إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.